الحضارة هي مطلب الشعب السوري في المناطق المحررة، لذا قام المجلس المحلي التابع لمدينة قباسين وبالتعاون مع لجنة إعادة الاستقرار بتنظيم حملة نظافة تستهدف الوعي المجتمعي وتساهم في إطفاء الحضارة على المدينة بأبسط الإمكانيات المتاحة. عندنا اليوم يوم مشروع نظافي بدعم لجنة إعادة الاستقرار، وشاركت فيها كل فعاليات في قبيسين ما يقارب 30-40 شخص تقريبا أو أكثر، ومن كل الفئات موجودين. وعندنا اليوم يوم نظافي، النظافي حضارة، والحمد لله وشاركنا فيها نحن كأعضاء مجلس، وكل الفعاليات في المجتمع شاركت فيها. هدف الحملة بشكل رئيسي يعني كذا هدف. الهدف الأول أنه شيء معنوي مساعد لعمال النظافة، أنه النظافة ليست فقط مسؤولية عمال النظافة، النظافة مسؤولية الجميع. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني أنه نحن مثلا كمجلس محلي وكلجنة إعادة استقرار لا ندخر أي جهد ضمن الإمكانيات المتوفرة لدينا في خدمة أهلنا في المناطق المحررة.